السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مثل هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وحوار. هذه الحلقة التي نواصل فيها حوارنا مع ضيفنا الوزير والسفير السابق علي العلاف. أهلا بكم سعادة السفير. كنا توقفنا عند تعيينكم في مارس 1983 سفيرا في باريس. سألت كيف استطعتم المواءمة بين الإقامة في بلد يعتبر راعيا لحقوق الإنسان وأنتم من تنتمون أو تمثلون نظاما يتهم بالاستبداد وبخنق الحريات، كيف كانت المواءمة؟ بالنسبة لي أنا شخصيا كانت قضية مهمة، ونراو حكمنا رسالات من العالم كامل موجهة لموريتانيا. رابطة مثلا ذاك اللي كانوا مبارك مع ذاك الزمن اللي هو قضية السرقة وقضية قطيع اليدين وقضية العذاب شد أخبارهم ودلي. ومرة كانت عندي حكما مخلة كبيرة والله زقيبة ملانة من الرسالات، وسولت الوزير هذا جواسي الوحد قال لي احنا لا تمشيه باللي احنا نراو النسخه الاولى. وزير خارجي. وزير خارجي انا ذاك احمد المنيه يرحمه. احمد المنيه رحمه الله. ومشكله كنت تتكلم الرئيس في الموضوع، والله كنت عندك راي تبلور، عندك راي موقف من هذه القضايا، والله ما كان عندك؟ عندي موقف طبعا يا غير ما راي الموجب للتعبير عنه. مالك خوفا او لا؟ موظف حفظا للمنصب كنت تسكت عن حفظا للمنصب يا غير خارج جانب مثلا اللي هو الدفاع عنه، ابدا ما نقدر ندافع عنه سوى اللي رغم انك سفير نعم لم تكن تستطيع الدفاع عن يعني ما كان يفعله نظامه والهداله وانت تمثل. نعم نعم. ولم تكن ايضا تستطيع ان تكلمه في الموضوع خوفا على منصبه. لا ما رايت لها موجب قاع به اللي ما نجبره، كنت في ود زمن ما نجبره. رافض هو لقاءك؟ ذاك هو اللي ظاهر لي. طلبت اللقاء؟ نطلب مرات قال نعقم ما نجبرش. يرد عليك الديوان والله ما يرد علي ما نجبر الجواب ونمشوته اللي لابد من نقيس السفاره. إلى مرة قال لي الوزير أنت بعد لا تمشي، ما شفت واحد منذ القوم عينه على الوزير الأول. وطلبت ملقى الوزير الأول اللي هو معاوية ولقيته بدل من هيدار. حدثته عن الموضوع ولا ما حدثته؟ ما حدثته. إكساعة الوضع خف شوي. ومنين جيت ومالي ما أطلب مني ذاك، أطلب مني لا مسألة واحدة لأن يختار يعرف رأيي في قضية الصحراء. قلت له هو تشي نفكر، قلت له والله موجود تباركنا مع شد أخبار الصحراء. ذيك الساعة ذوك الأيام كان فما لقاء مع أطر مع الدرو هيدالة وحاضر له معاوية وتكلم فيه الفيس مينيستر ديك ساعة الخارجية اللي هو فاضل ولده وهجم على المغرب من قد لأنه ما طبق قرارات الأمم المتحدة أخبار الصحراء وشي من ذاك النوع. من يطلب منه هو أنا رأي، قلت له على هنا بدأ بعد برواية اللي سمعتكم يومنا ذا في الجماعة اللي عدلتوا حقا يالله تولوا عنه. أمريكا اللي هي أكبر الدول في العالم ما هماسا من مسؤوليتها تفرض على الدول تطبيق القرارات شما هو فوضع خاصة. احنا الصحراء مشينا انا والمغرب بالله دولة جوار مالي عندنا معها علاقات اخرى
ودان نتبارك مع عليهم وبرسوها على تعدل شيء ما بقات هي تعدلوا الدور عندي عنه كبير علينا شوي يلا نتركه جي. ثانيا قضيت الصحراء قلت له ظاهر لي لأنها لحقت حزماتات لا يتحرك فيها حتى شماه إلى خلق التفاقية بين الجزائر والمغرب لا يتم الداب دي الصيف اللي هي فيه اللي أقب على عمليات ساعدت الجزائر فيهم بوليزاريو امتانات شوي وكلفوا المغرب الكثير. الملك قال لأنه منين يرجع لأنه من العمليات لا يواسين أنها إعلان حرب. وذيك الساعة بن جديد هو ولي على الجزائر وإنسان بحسب رأيي أنا بعد ذيك الفترة ومازلت قال لأنه إنسان مسالم ولو لا يقود الجزائر الحرب المصلحة بوليزاريو ما يظهر علي كما فعل أبو مدين يقدي تم دافع عن القضية غير ما ولا يخليها تمرق الحدود وقال لي قير الملك قال أنه قابل الاستفتاء تقرير المصير قلت له حب يا قال ذاك اللي أقراه مرتين اللي ذاك اللي قال عنده جانب يعني الدول الأفريقية يعني الدول الأوروبية وأمريكا منين يقبل المبدأ كاملين لا يسكتوا عن قضية ويواسونها قضية جانبية يوحلوا بها الدول المغاربية والدول الأفريقية ويتركوها عنها ذاك هو المديور من ذاك الوجه الأخر يعني الشعب المغربي هو اللي أكد فيه لأن الاستفتاء التقرير المصير الهدف منه تأكيد مغربية الصحراء وهذا واضح إذن خفف من الضغط على المغرب بغير ما غير شيء في الدول ومنين عدل هذا عدو الدول الأخرى تخلص مصالحها ما تات متعلقة بالمبدأ باللي نبي جيد. هل كان معاوية من خلال هذه الاستشارة لكم في قضية الصحراء ينوي التراجع عن قرار التنازل أم ماذا؟ هل فهمت؟ لا ما أظن. لا لماذا برأيك هذه الاستشارة المتأخرة؟ استشارة واحد لأنه أنا أنا كنت متابع قضية الصحراء كما سبق أن وكان يختار شو كان ذله يحصل منه شيء مثلا من قد بوليزاريو تعود دولة والله كان القضية مثلا له تعود عندها مسار أخر وانت ذهبت إلى أن بوليزاريو لا يمكن أن تكون دولة فرأيي قطعا ذيك الساعة وما زلت قاع ماسي إنها صعبة عليها إلى ما أخلق صلح بين الجزائر والمغرب على قضية الصحراء هي تعقب تم صيبتها هذه باللي بوليزاريو ما لا يعود عندهم الوسائل اللي قد يقلب المغرب وعندهم الشيء لا المفاوضات والمفاوضات المغرب حاصرها في نوع من الاستقلال الداخلي في نطاق نظام مغربي خاص ملكي جيد. علنا هيدارة كما قلنا تطبيق الشريعة الإسلامية ما رأيك في هذا القرار؟ هذا ظاهر لأنه قرار خطير ولا يتواسب لتطبيق الشريعة يحتاج ياسر يحتاج بعد قاع لأن الحكام كاملين خاضعين للشريعة ما بإرادتهم بمعرفتهم وبإرادة الشعب هم اللي من وراءها من ناحية من ناحية أخرى فهم
تطبيق الشريعة في الظروف اللي احنا فيهم في القرن العشرين. الظروف الاجتماعية صعب حد يدرك الحقيقة من ظالم من ما هو ظالم، الموجب اللي خلقت فيه الحادثة اللي تحتاج الشريعة، هذا كامل صعب. ولظها لأن الدولة الموريتانية والموظفين اللي عندها ومستوى يودوا ذاك الواجب بصيفته اللي لا يتعود معبرة عن الحق. إذن هل نفهم من هذا أن ما كان يقام به من إقامة للحدود قطع الأيدي أنه لم يكن حقا وإنما كان باطلا؟ أظن كان باطلا. أظن. وهل تظن الآن أن موريتانيا صالحة لأن تطبق فيها الشريعة؟ لا أظن. كثير من الأشياء بمعنى أن تطبيق الشريعة ليس في مصلحة موريتانيا. لا، ما هو إلى ذاك الحد. تطبيق الشريعة بحسب خارج كثير من الميادين اللي تطبق فيه الشريعة في الحياة العامة، غير خارجين حدود تحتاج مستوى من التجرد ومن المعرفة يقدر يعود ما هو حاصل عندنا من ناحية تكوين الأشخاص وقدرتهم واستقلاليتهم. الأشخاص في ماذا؟ في القضاء أم في الحكم؟ في القضاء وفي القضاء خاصة وفي الحكم. القضاء أنا تعود تسمع لي قال عنه كامل جيد. انقلب معاوية على رفيقه هيدالة، هل ترى أن هذا الانقلاب كان مبررا بالأوضاع بما تعيشه موريتانيا من أوضاع؟ الانقلابات قاع وار حد يبررهم كامل يبررهم بصفة عامة. اللي نقدر نقول ما نقدر نبررهم اللي هم كاملين خارجين عن الشرعية، يا غير الظروف الاقتصادية اللي كانت موجودة في ذاك الزمن ذيك السنة خاصة كانت تقدر تودينا المشاكل يقدعون الانقلاب حلها بوجوده. شنو نموذج من هذه المشاكل الاقتصادية؟ المشاكل الاقتصادية أنا ذيك الساعة السفارات عندهم مشاكل مات ويحتاجوا لحلهم، والحكم حكمان كيف اللي مخليهم في ظروف صعبة. وجيت للتريزور ذيك الساعة اللي هو راجلين قالوا يسلموا طفل من الدواء اللي معروف بالوثقة يسلموا لاش؟ سيت ولاش، ولكن المهم إنسان معروف بالصدق وبالنزاهة وقال لي لأن أن الدولة ما هي قادة تعدل ذا اللي يدوروا السفارات بها طلبات المحلية خلاصات الناس ومصاريف الدولة المحلية، وأعطاني مبلغ وقال لي عدل بها لا خلاص العمال والطلاب ومناح الطلاب بكل ما أنك لا يترش ما خالص. وهذا ثبته عندي رواية أخرى نفس السنة كان من اجتماع بين نحن وفرنسا لجنة خاصة تعدل سنوية وفيها خبير كانت مشيته فرنسا هم بطلب من موريتاني كانوا يفتح يعطيهم خبير دائم يساعدهم في تنظيم تريزور. وذاك الخبير قال قدام لأن هو تفهم 15 يوم وقال قدامي لأن أخير ما يوم الشحن اللي ما ظهر له لأن الموريتانيين هم يعدلوا نظام في التريزور كيف ذلك معروف عالميا. جيد. هل صحيح أن موريتانيا بعد الانقلاب استلفت أخذت قروض من الجزائر من أجل تسديد رواتب العمال؟ سمعت من ذيك الساعة أن معاوية طلب قرض من الجزائر لتسديد
رواتب العمال وأعلنوا جاته مليون دولار مؤقت. إلى هذا الحد كانت درجة الإفلاس في في الدولة الموريتانية جيد. سبب على كل حال نعرف اعتقاد الهيدر هذيك الساعة وعلوا علي عقب ذاك هو من نفسه كان ماسي لأن كان ما بيسمع للصندوق الدولي صندوق النقد الدولي تخفيض ثمن لقية وبحسب رأيه هو لتخوفه لأن دي كانت محاولة كان نرجع كانوا مرجعون للفرنك الفرنسي هذا هو كان هو العقلية اللي كانت سائدة عنده هو ذيك الساعة. بعد الانقلاب هل اتصل بك الانقلابيون الجدد؟ لا. أول لقاء كان بينك وبين معاوية بعد الانقلاب؟ في تلفون تاسن عندي عنه بعد 15 يوم مرة يعني. هو المتصل أم أنت؟ لا هو ما غرض الاتصال كان؟ ما غرض اتصال موريتانيا مشات وفود لبعض الدول ومنهم فرنسا مشات وفد عليه أحمد دول عبد الله إكساعة هو الثاني مثلا التنظيم الجديد يشرح الظروف يشغل منصب أي منصب رئيس الأركان رئيس الأركان جيد وجل فرنسا ولقيتانه هو مدير ديوان الرئيس مدير ديوان المساعد اللي هو ولا الرئيس ولا الرئيس ميتران وقبلنا بعد في النهاية ما لقينا الرئيس ولا الرئيس الفرنسي كان هو مدير ديوان مدير ديوان مساعد ولم يكن الفرنسيون يرون في هذا نوعا من الغبن لهم أن تكون رئيس وأن يكون مدير ديوان ما أظن أنهم لمن ذاك الشرع لشيء جيد على كل حال ذوك الأيام مناسبة رسمية جبرت المدير الديوان الرسمي وفهمني لأن الرئيس ما هو صاحب ولأن الرسالة لحقت ولأنه ما يعترف بالحكومات قال لي هذا بصفة ما هي حتى خفيفة شوي غير اللي بقى نعم وقلت لأحمد دوعي أنه يرجع لنواكشوط ويخليني نشوف معهم القضية يعني رفضوا لقاء المبعوث ما رفضوه كانوا ربما احتجاجا على الانقلاب تهاونوا معه مع أن علاقتهم بهيدالة لم تكن حسنة علقوا على الانقلاب شوي وهو قاعد كرواية فقعت موريتاني شوي ما هو تعليق؟ وزير خارجيتهم قال أن اللي طرف موريتاني ما هو مهم كولونيل جه بلد واحد أخر تصريح وزير الخارجية الفرنسي أنا ذاك من هو؟ رولان ديما جيد و إذن رجع أحمدو رجع أحمد الله عليه وقستان الخارجية إدارة السياسة الخارجية وفهمت معلنهم إلى ما لقاوه لأنها لا تعود قرار مثلا ما هو مصلحة موريتانيا ولا هو مصلحة فرنسا وفهمتهم باطل أن الوس الثاني في المجموعة مثلا يجي لأنها رواية خاصة معدلة لهم هم اللي كانت موريتانيا تقد تحصل على بعض الأشياء اللي بقيتها فيهم بطرق أخرى وسائل أخرى وخاطر تحصل عليهم اللام فرنسا والسبب هو أولا التاريخ بين البلدين وعودان فرنسا مولي عندها من واجبها تعود مستعدة لمساعدة موريتانيا وذاك في مجال الدفاع ومجال و
ومشيت عنه وطلبت ما لقى المدير من نفسه. مدير الديوان. مدير الديوان. وشرحت له نفس الشيء وقلت له إنه يا الله لا يداول القضية لأن الطيائر يجوا ثلاث مرات من نواكشو. الأسبوع. كل أسبوع. وظاهر لنا خير حد. يشوف مع الرئيس يكانوا يرجع يكانوا يقبل يلقى الوفد. وعلني أنا منين يعودوا ما بقي أنت توقف لهم على نفس الشخص هو ولا يرجع باش تعود قضية مثلا ما عندها ضر ولا عندها توه. قال لي قبض مثلا تاريخ النهارات اللي يجوا بهم الطيائر وقال لي لا نشوف الرئيس من ترى ونقول نعيط له من قد عيط لي من قد انهم قابلي راهو سابق ذاك في الليل عيطان المعاوية هاي بلد منين اتصلت بي وقلت له لاني تحملت مسؤولية المسؤولية واني نختاره يقبلها تحملتها باسمه نختاره يقبلها وقبلها ومن قد اعطيتهم التاريخ وجاء احمد ذيك الفترة مطالعة باط مني أنا طالعت على المشاكل اللي جبرت فرنسا تدخلها في باند عوزو شورت شاد و جاتني فكرة لأن موريتاني تقل تجبر من فرنسا في أخبار الدفاع شيء ما كانت فرنسا تعود متخمة به وهو حال لها مشكلة اللي هو على حساب الجيش الفرنسي جعل من الجيش الموريتاني جيش قادر عليه يرد كل هجوم سوى منين جاء فترة من الزمن بحسب قوة الهجوم تسمح الفرنسيين بالتفكير في التدخل والتحضير له إلى عاد لابد منه وتحضير له سياسيا وتحضير له ماديا وفهمها أحمد وقبلها المعاوية ومنين جينا الميتران والله جاها أحمد أحمد تبارك الله سليق ويعرف وقدم له الفكرة سكت عنه وقال أيات الوزير الدفاع ووزير الخارجية وقالهم يجمعوا مع الوفد الموريتاني واللي دارت عندهم موريتاني يعدلوا له لصيفته وخلق هذا الاجتماع كنت حاضر له نعم هذا عدلوه علينا في الجماعة قالوا لأن الرئيس قالهم هذا لصيفته هذا جيد يوم الذي نتج عن كل هذه اللقاءات قبل أن تجيبني على السؤال استعرض هذه الصورة التي تجمعك مع الرئيس الفرنسي ميتران المصور هذه الصورة أنت هنا في عن تقديم أوراق الاعتماد نعم في تقديم أوراق الاعتماد مرافق الرئيس هنا من هم؟ مرافق الرئيس هم وزير الخارجية وهم وزير التعاون كريستيانوتشي جيد إذن ما الذي نتج عن هذا اللقاء؟ نتج عن هذا اللقاء لأن مع أحمد عدلوا أربع لجان كلهم تعني جهة من اللي يحتاج له الجيش وجاوهم وعدلوا تقاريرهم وكان يخلي الله ينجمعوا في طلب عام ويوصل يمشي فرنسا هذا هون لا يخلق شيء ما عرفت شو هو ذيك الساعة على كل حال وفقت أحمد على الأقل ربما تقول معلومات أنه اتهم بالتخطيط للانقلاب نعم معك نعم نعم بالتنسيق مع فرنسا
وتمت إقالته من قيادة الأركان. قيادة الأركان. هل كنتم حقا تخططون للانقلاب أنت وأحمد؟ طبعا لا لا أبدا. كانت ربما لا قضية بينات العسكريين. وتوقف هذا المشروع بين الجيش الفرنسي والجيش الموريتاني. والجيش الموريتاني. جيد. بعد سنتين تقريبا من مجيئه دشن الرئيس معاوية تجربته الديمقراطية، وأنت كنت على صلة وثيقة بينه نتيجة العلاقة ربما الجهوية تجمعكم ولاية واحدة، وأيضا المعاصرة نسبيا. هل كان معاوية مؤمنا بالديمقراطية أم أنها فرضت عليه فقط من قبل ميتران رئيس الفرنسي؟ هو في مرحلتين. المرحلة الأولى قبل انقلاب معاوية بدأ يفكر في الديمقراطية، يقار يفكر فيها بصفة تدريجية، يفكر في البلديات، تجربة في مستوى البلديات، وعقب ذاك تقدر ما سوينا لا يتقدر شيء آخر من أنت تدرب الناس على البلديات. في هذه الفترة فصل حقه كنت أنا هو اللي أنشد أخباره. أنا قاعد قلت له على أن الحرية ما تسقط مثلا ساعة أن يحكم حد جهة منها اللي أفرض عليهم أنت. ومن يوم فوت عام عندي عن نور الله اثنين قال لي على أنه ظاهر له على أن الناس ما هي زينة عنده. والله بعد تغيرت وجهة نظره تجاه الديمقراطية. أن الناس ما هي زينة عنده. نعم. إنه هو مازال مقتنع بها فلا يصنع ما يزين عنده. قلت له لا تولي عندك بيلي الناس اللي ما بتجد عليها لأن الهامك حق عندك. وفعلا زرق البلديات الأول قبلت عليه الناس وجد عليها وشاركت بصفة واضحة. لا غير التجربة هي تعقبت حكم أنت توفى عند الزرق الثاني. عند الانتخابات الثانية الساعة تغير هو اللي لا يعود تغير الرأي معاوية تجاه الديمقراطية. والله اتجاه ذا كان ما تبارك معه. كيف ذلك؟ عادت الناس مثلا ياسر من ذا اللي مقدم معروف له شيء مثلا مع الحكم لا بد من يعود. وهل في مرحلة من مراحله هاجم الرئيس معاوية الديمقراطية؟ بعد الاجتماع على بول حاج لي لأن كنت هناك إياه في نواكشوط وقريت سنة تاش؟ عد 90. قريت مقال مارق في الشعب جريدة الشعب هاجم على الديمقراطية. واتصلت به هو وجيته وقلت له لأنه لأن ذا اللي قال في جريدة الشعب أنه حقا ما يتواصل باللي قد حد ما يطبق الديمقراطية قال الهجوم عليها كان قد ينصاب عنه. قال لي لأنها معدلتها للجريدة. قلت له الجريدة ما يجد حد لأنها تعدلش باللي جريدة حكومية إذن ما الله تعدل شي ما هو بام الرئيس ما هي لا يتعدل شي ولا لا يقبل حد انها معدل شي بدون الحكومة. ومركت من عنده وطرحت نفس السؤال للوليد وعلى لي نفس الجواب مدير الديوان. انا مدير الديوان قال لك على انه ما هو عالم شي. قال اعلن ان هذا كاتبته الجريدة وان الجريدة لا الحرية ذات حرية بين تكتب ما تشاء. ايوه هذا بعد هو اللي اشتركت معه في ذي القضيه. ومن طلع كانك سولت مدير الجريده انا ذاك سولت عقب ذاك يسلم ولا ابن عبد هو كان انا ذاك هو مدير جريده الشعب. جريده الشعب والله لين بريميري حاجه. قال لي على كل حال ان هذا نوع ما يقدر حد يكتب ما يقدر مدير يكتب ما يقدر يكتبه ما هو باوامر. كانوا إقرار بأن الجهات الرسمية هي التي نعم. جيد. في هذه الفترة كنت في انتقلت من فرنسا إلى ألمانيا عدت إلى ألمانيا
لا مشيت من شهر تونس من فرنسا مباشرة إلى تونس. جيد. شهر كاترفانديس شهر تونس حال. في هذه الفترة من 87 قلت من عند فرنسا رجعت لبروكسل به اللي أنا كنت من عند فرنسا كنت بحسب اللي قالوا لي كنت وفقتي للرباط وخلقت ذيك البلبلة بأخبار فرنسا مع أحمدو أحمدو العبد الله تمشيتو هم لم يكتفوا بإقالته من قيادة الأركان فقط وإنما أبعدوه سفيرا عينوا سفيرا في المغرب الكان يا الله يعود في المغرب أنا يا غير قلت لك على أنه منين وفقته هو نفس نفس ذوك اللي جاب قال لي أنا أني ما زيت موفقت شهر المغرب أني لاين وفقت شهر الكويت وهو وفقت شراش هو حاجة اللي نقاس الجزائر ما أبعدوك أنت أيضا عن 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 فرنسا عن فرنسا حتى لا يستمر التنسيق للانقلاب أنا صرفت قيسان الكويت بكاش بظروف ذيك الساعة اللي مديرين فيها السفارات حد ما هو عيد وظافية ما يقد يحمله مش كيف ذا حد ما عنده وسائل خاصة هو نفسه يقد إلى خصو شيء يعرف شي له وسائل لا سياني في المغرب وسياني في المغرب قريب يقد حد يجي منه مبلغ ما هو كبير والكويت حد لا يجي منه لا ود مبلغ أكثر من ذا أنتم ذيك الساعة ما كانت عندكم الفضل بدرجة لأنكم كنتوا تفكروا بطريقة العودة قلت أنا قاعد قلت لهم مباشرة قلت لهم على أن على أن الكويت ما لها نقيسه بيدي ما يمخلي مدة وراية تحل المشاكل عينك على الحكومة عيني على الحكومة إذا تصريح نمو خطير من مسؤول كبير أيوه قال حقيقة جيد هو الحقيقة هو عاد ظروف كانت صعبة جدا حتى أن الوزراء عادوا يهربوا عن تلفون مثلا يهربوا عن أشواده يهربوا عنها مثلاً ما يقبضوا تلفون الخارج وزراء السفارة من السفارة هم يعرفوا المشاكل ويعرفون ما يقدروا يحلوا جيد رفضت ذهاب إلى المغرب فوجيت إلى بروكسل إلى الكويت إلى الكويت رفضت ذهاب إلى الكويت نعم فوجيت إلى بروكسل كان الوصول من بروكسل أسهل عليك من الوصول من الكويت في هذه الفترة شهدت موريتانيا أحداثا ربما بارزة من أهمها انقلاب أو محاولة انقلاب 87 ثم أحداث 89 بين موريتانيا والسنغال واللغط الحقوقي الذي رافقها هذه الأحداث كيف عايشت وتفاعلت مع هذين الحدثين البارزة؟ هذه تابعتها من بروكسل وفصل الحقيقة تابعتها ماني متمونة بيقول لي قام يا خلق ياسر من الدعاية ضد موريتاني وموريتاني ساكتة مع أنها عندها شيء مسؤولية وزير الداخلية ذيك الساعة صرح تصريح عن أن صنف في بروكسل خطير جدا ايش قال فيه؟ راح لدكا وشاف عبد الجوف وتوافقوا على توافق معاه لأن الحكومة السنغالية اللي تقبض إجراءات شديدة تحاول تسيطر بها على الوضع رجع هون وصرح نهار مقل لأنه ذا اللي قالوا السنغال ما عدروا من وش يعني خلا لهم أقل من 24 ساعة وصرح على أنهم ما معدرينش هذا بالنسبة لي أنا وزير خارجي أنا لكم سيمبر جبريل سيمبر هذا بالنسبة لي أنا جبريل عبد الله بالنسبة لي أنا مقصود أنه يدور يظهر الرأي العام بن واكشو ضد سنيكا وخرقت فعله إلى درجة لأن عقب ذاك عرفت
لأن حكم أن أعطاه الأوامر للناس البوليس أنها تشح على السنغاليين. هل نفهم من هذا اتهام مباشرة لوزير الداخلية بأنه كان وراء هذه الأحداث؟ نعم. جبريل عبد الله كان وراء هذا بعد؟ والله غلط. قد يعود ما هو يدعود سوء فهم باللي ذاك مملي الصح باللي لو كانت حادثة بين الحاكم شهر قدي مقع لو كان ذاك اللي اشكاوا منه السنغاليين لأنه جر شوف الناس بزايلة هو اللي حمات القضية في السنغال لو كان ذاك الحاكم يكسع منه ما نعرف لو كان ذاك الحاكم انقلع من بلو وعدل وانتعت على انه ذا العدل ما هو موي كانت الاحداث تقعد اخف من اللي يخرج يا غير عدم معرفه تسيير الدوله البعض المسؤولين العسكريين هو كان حاكم عسكري هو كان انا عيني على تصرف الوزير وزير الداخليه كان يا الله ذاك الحاكم يقلعون من بلو ولا قلعوا ما قلعوا دافع عنه لو جبريل عبد الله لو جبريل هذا من جهل القضايا مثلا هي ذي القضيه فات خرقت قضيه بيننا احنا والسنغاليين في اخبار الحيوان والزراعه ها كان كل سنه يخلق ويعالج يقالوا ذيك الفتره ما قد يعالج بها عدم خبره المسؤولين العلاقات بيننا احنا والسنغال وعلاقات الدول بيناتها واحترامها كلها البعض فهم ياسر من الأغلاط. هل كلمت معاوية في هذه الأغلاط؟ كلمت وزير الخارجية ذيك الساعة رحمة الله علينا وعليه اللي هو سيدنا والسيدية عيت له مرتين دورهم يتكلمون دورهم يقولوا شيء قال لي انهم قلبوا ما ومعاويه من راسه ما كلمته في اخبار ما كلمته وانقلاب 87 عندك شيء من التفاصيل؟ لا محاولة انقلاب 87 لا ما عندك شيء من التفاصيل؟ ربما يقال ان 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 موقفك من 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 احداث 89 ومن انقلاب 87 حتى وربما تعاطفك مع الزنوج اغضب عليك الرئيس معاويه وبالتالي عجل بتقاعدك أو رفض حتى مقابلتك في آخر أيام ذاك ما هو ذي الفترة قبل ذاك الساعة في تونس سابق تونس قط جيته مرة رهنتين فطنوا الأشياء ذيك الساعة ترتد هناتي إن الكيهيدي ما تلاوي قدو يمشوا بالوتاد صور كيهيدي بهم اللي خايفين عادوا لجسامهم وخايفين على أموالهم يقلعوا منهم ويعدل لهم ذاك اللي ما وقال لي إنه لا يعدل بحث وإن ذاك ما هو حق وكذا مشيت شور تونس وجابرنا عند كازا بلانكا دار البيضاء في قمة ليما الاتحاد المغاربي تأسيس الاتحاد المغربي العربي ما هو تأسيس القمة الثالثة عندنا و 92 و منين لقيته حدنا قال لي على انه شايف عليا على انه سمع عني شد اخبار حقوق الانسان والكوار وانا ذيك الساعة فات فت جبرت تقرير هو اسمه وزير خارجي تامري اللي قدم للكونغري هذا التقرير ايه نعم ومديور فيه نعم مديور فيه لان من 500 الى 600 من الزنوج عسكريين ماتوا اما بالرصاص اما تحت التعذيب اما بالاهمال ونشد اخباره مع تقرير من من 10 صفحات نشد اخباره مع اعضاء الوفد كانوا حق كانوا كذب شخلي ما نقبل الاخبار اعضاء الوفد الموريتاني في القمه في القمه
وظل لحقها لحل المعاوية من وفد وقال انه شايف فعليه قلت له انا ما اقطش حتى عن لاني ندافع عن حقوق الانسان وندافع عن مصلحه موريتانيا في السنغال. نعم. ولا تنسى ان احنا والسنغال هنقدر نفتصل عندنا شيء من مصالح مشتركه ما يوفوا. اولا من قد السكان من قد الدين ومن قد الاقتصاد ومن قد علينا عندنا مشروع ملي في الزراعة على النهر هو المستقبل المؤكد في اقتصاد موريتانيا هو النهر ولا ينقدون عدلوا في شيء ما هم متفاوقين معهم وهما نفس الشيء وهذا قلت له تعرف أني كنت ندافع عنه أبدا معك ما قط غيرت في رأيي وحقوق الإنسان روايته واضحة ديمقراطي وندافع عن حقوق الإنسان ما قد كذبت فيش هو تنشي شد الأخبار وتوادعنا من عقبها ما ترينا نشاوه إلى اليوم أبي يشبرك عقب منين نحلت التقاعد حاولت نوادعه ورفضها رسميا رفضها ما ريت جواب مدير الديوان ما سألته عن السبب دخلت قاع شخصية أخرى وقال لها علينا شخصية من الأمير سيد أحمد وقال بلان دورنا لقاه دورنا عيط له وتو غير ما عدنا جيد في فترتك في بروكسل وفي موضوع لي علاقة أيضا بأحداث السنغال كلفت من قبل الرئيس معاوية في أيام الصفاء بينكما بملف ترسيم الحدود بين موريتانيا والسنغال على ماذا وصلتم من خلال معايشتكم لهذا الملف في قضية الحدود بين موريتانيا هل حسم ملف الحدود بين موريتانيا والسنغال؟ ديك الساعة ظهروا السنغاليين قضية الحدود لا من المرات يظهروا والحق هذا قط ثار سابق قط عدنا فيه شيء وملف ما هو نهائي وذا هي الحكومة ما هي عارفة منين ولا هي عارفة ايش تعد هم ذا اللي ثاروا ايش قالوا فيه؟ لأن لأنهم مهتمين بالضفة الموريتانية روس موريتان تابعة للسنغال مهتمين بالسكان لمحوا عليه جيت بعد على كل حال المعاوية وقلت له لأن لعله يخلق بيننا احنا شو السنغال ويفرض علينا نقيسوا المحكمة لأن المحكمة ما قد حد يابعنا وخير حد يتبارك مع ملف يحضروا عنده الوقت وقبلها وعد الاجتماع هون حضرت له أنا وحضر له قدر من الرجال من فيه؟ تذكرنا فيه الوليد وفيه محمد لمين والداهي وفيه فيه أستاذ جبتوانا من بلجيكا هو اللي مستشار مثلا قانوني في القضية ولهنا تعقب ذيك اللجنة تعينا رواقي ذيك الجماعة تعينا رواقي جي نضافوا اللجنة فيهم ساعد ولهم ودي وفيهم شيخنا اللي في البنك قول لي اسمه اللي خدي نانا هي نانا حقها نانا كان هو اللي قال وجمعت ذيك اللجنه ووزعت العمل بيناتها وصلت في النتيجه هل وصلتم الى شيء يؤكد دعوى موريتانيا في ان
ربما النهر هو الحدود بين ذاك هو مثلا رأي موريتان. هل رأيتم ما يؤيد بالوثائق هذا الرأي؟ هذا الرد عندنا دراسة حكما في العالم على حل المشكلة في الدول اللي بيناتهم نهر. جمعنا ملف كبير مثلا من ذي الناحية، وجمعنا رسالات الإدارية بين حكام سنغال وحكام موريتانيا في زمن الاستعمار، وهذا وحصل ومن الجهة اللي متوجهان بروكسل، ومن الجهة الأخرى لأننا وقومها ذوك حاولوا يعرفوا الخسارة اللي خلقت السنغاليين واللي خلقت الموريتانيين في الأحداث. ومتذكر ما قريت غير الرد الأخبار واطع كذا، لأن قد نعود احنا خسرنا قريب من 900 مليون فرنك وهم شيء و 300 مليون. أنا ضعف مرتين تقريبا، ولا هو أكثر من ذاك شو. وتمينا ماشيين في هذا التحضير، لأن يعني مشيت أنا على بروكسل خلق اجتماع واحد وراي، وعقب ذاك اصطلحوا الحكومات وبقى الملف ما تريت قد اصطلحوا الحكومات على 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 ماذا؟ على الترسيم أم لم ترسم؟ لا اصطلحوا بيناتهم سياسيا. الترسيم خلاه على الاتفاقية اللي كانت موجودة من قبل قديم. هي جعل النهر نهر على نهر دولي. جيد. ضيوف في رئيس السنغالي أوان الأحداث ذكر في مذكراته بأنه كان ربما يفكر في ضرب موريتانيا، إلا أن الدعم العراقي لموريتانيا ردعه أو أوقفه عن عزمه ضرب موريتانيا. هل حقا دعمكم العراق بسلاح كان مخيفا بالنسبة للسنغاليين آنذاك؟ عبد الجوف ما قال هذا بصيفته، هذا لا قال انه تأكد لأن العراق ساعد موريتانيا ذيك الفترة. يقال في الحقيقة بحسب اللي قال لي معه يعلن ذاك السلاح ساعدهم حتى بيلي اسمح لهم حكما نظام دفاع على النهر. عدر ياسر من الخسار في الدسور السنغالية اللي قريبة من النهر، وذاك سببه أن الجيش السنغالي من مرات يحبط موريتانيا ما هو شاكل أنها تقدر ترد وتعقب، ولا يقول للناس لأنها تمرق البليد اللي هو فيه، من ترد عليه موريتانيا تقتل ياسر من المدنية، وأنه هو بعد على كل حال يعلم به فرنسا ويعلم بها انجلترا ويعلم بها امريكا. إذن كانت هنالك مدافع منصوبه على الضفه 20 كيل 20 كيل وتضرب السنغال. نعم. هذه المدافع كانت عراقيه. إذن كان دعم العراق لموريتانيا دعما مهما بالنسبه لها. هذا الدعم يبدو أنه بالنسبة لكم لم يكن مقنعا، بحيث أنكم ربما سعيتم إلى رد معاوية عن دعمه للعراق بعدما دخل في حرب الخليج. لماذا تجازون صدام حسين؟ شهيد صدام حسين جزاء ليس ربما من جنس عمله، أحسن إليكم وتريدون أن تسيئوا إليه بعدم دعمكم له. ما لم يكن سيئوا إليه لكن ما هو على السيئة تريد أنت بعد كون السلكو أنت بعد سعيد فعلا معاوية ما يدعمه. نعم
صعيد تغير لمصلحة موريتان. مصلحة موريتان كانت هنا ما تدعم معاوية. تم دخول العراق للكويت كان الثاني أوت ثاني أغشت والحقني في نواكش وقال لي إني نشي في مكتبه الرابع أغشت يعني يومين عقب دخول العراق الكويت يختار العراق شنو هو رأي. وقلت له رأيي بصيب نزية و رأيك كان شنو؟ رأيي أن من قد الوحدة العربية أن دخلت الكويت دخلت العراق للكويت لأنها حكما دقت بسكين في الظهر للوحدة العربية للدول ما تقد تتوحد ولا تعدل عمل جماعي زين وصحيح ما منين تعود كلها فاشة لنفسه منين عود كل واحدة خايفة من جارة ما تقدر تعود فم واحدة ولا يقدر يعدلوش لابد من تعود كلها فاشة في الدول الأخرى منين تعود البعض من الدول عنده الأطماع في الأخرى الفرش مات الأخر وبدون الفرش ما له يصحش هذا من ناحية. من ناحية أخرى إحنا موريتانيين الموريتانيين ما نقدون نعيدوا الكويت بين اللي هوتنا كان ما تقدروا تعيدوا الكويت ولا العراق؟ العراق بين اللي كان المغرب يطالب موريتاني تقريبا 20 سنة وإحنا ندافع ندور حريتنا وندور استقلالنا وندور ما ذاك ما يخلي اللي سلكنا احترام القوانين الدولية واللي الأمم المتحدة ما هي فاتحة في الباب ولا هي مخليته يكون يعدل والدول الكبار مولي تعرف لأنه من ما تم هو معمول به العالم ما يقدر يستقر منه شيء إذا ما يلا نعيدوا دولة تدخل دولة أخرى وتحتلها وتروق تقبل حيوانها رغم أن هذه الدولة صديقة إلى درجة بعيدة عانت موريتانيا حتى تلفزت موريتانيا هيبة من العراق كل هذا نسيتم هذا كله كان عنده هدف لا هذا حساب النيات نحن ربما نرى أفعالا ساعدت موريتانيا مع ذلك هي لا تريد أن تساعد هذا الرجل الذي ساعده لا هذه قضية مثلا تبسيط مثلا الأشياء متعقدة كثير هذا المساعدات بينات الدول دائما مطلوب بهم شيخ جيد أنت أقنعت عندهم ثمن جيد أنت أقنعت الرئيس معاوية بالإقلاع عن دعم العراق قال لي هو أعلن مازالت حجة خرمتينا حتى قال لي هو أعلن العراق الدور يبقى في الكويت شلاه يردوا قلت له تردوا الدول الأخرى الدول الغربية اللي ما لها تقبلوا تقبل ذا النوع من التصرف قال لي الأوروبيين خرصوا للمادة هذا تعرف اقتناعهم جاي من قمة بغداد عندي أنا. اللي هو اقتناع معاوية بيه. اقتناع معاوي. قلت له أعلن الأوروبيين أنا عشت فيهم كذا من سنة وقاري فيهم وثقافتي منهم. هذا المستوى من الترف والتمانوكت اللي عندهم حاصل عليهم. محصلوا عليهم الوسام يحصلوا عليه. المؤسسات اللي عندها مؤسسات ديمقراطية وذي يعرفوه ما حد ذيك المؤسسات ساكنة ولا هي خايفة من شيء كلها يلود رزقه ويلود مصلحته يقار منين يخافوا عليه والله يخافوا على مصالحها ما هم لا يولوا ولا يقدر يردهم شيء بيلي بالنسبة للحروب
هم اللي عدل به الحرب كامل هم المعدرين. الدول كيف العراق وكيف الأرجنتين وكيف البرازيل وكيف ذا هو الدول اللي من ذا النوع ذا اللي عندها كامل شارته. جيد. ثانيا باختصار لأن الوقت أصبح يطالبنا باختصار والعسكريين ما هم أحد عسكريين أوروبيين كلها مقتنع بالهدف اللي ما والعمل اللي مطلوب منه مقتنع لأنه يالله يعدله ومكون له مطمئن على حياته وحياته الله يخلي من أهله ويعدلوا مسؤولية ومعرفة وكل صيف خلقنا احنا من يعود الضابط ما هو حاضر الجيش ما عدى الشيء وعطيته مثل ما باختصار يعني الوقت أصبح الحرب بين مالوين والأرجنتين اللي تسعت لها من الجيش ورجعت لهم على حاملة الطائرات جيد ما في هذا الخبطة جيد اقتنع معاوية برأيك ظاهر دي ما نعرف ولم تدعموا رئيس رسميا وإن كان الشعب يدعمه نعم يقال إنك اختفيت خوفا من ردة الفعل الشعبية على موقفك هذا المعادي لصدق قالت لي جيد هنا استعرض بعض الصور لك في هذه الفترة هنا أنت مع الرئيس التونسي الراحل أو المخلوع كما يقولون زين العابدين بن علي أنت هنا أيضا مع هذه الصورة أنت هنا مع ياسر عرفات كانت هذه الصورة في تونس في تونس أيضا في قمة أم في ماذا لا كنت سفير مع المنظمة باختصار أريد رأيك في نظام زين العابدين بن علي نظام زين العابدين بن علي لا كيف ذي الأنظمة المستبدة كان بالحكم لا لو كانت تونس ما حكم رباها برقبة على نوع من العمل مثلا خاصة ودربها عليه وتكونوا الناس عليه يعود خسرها بن علي هو ما خسرها ما قدمها غير اللي ما خسرها جيد بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج ضيف وحوار في الحلقة المقبلة بحول الله أتعرف منك على موقفك من الأحداث التي دارت فيما بعد إقالتك خاصة العلاقات مع إسرائيل والانقلاب على معاوية وأيضا دعمك لهيدالة في انتخابات 2003 وموقفك من ما أجري في موريتانيا الآن إلى ذلكم الحين أشكر باسمكم جميعا مشاهدي الكرام ضيف هذه الحلقات الوزيرة والسفيرة السابقة علي العلاف وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة هذه تحياتي عبد المجيد البراهيم وتحيات فريق البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته